السلام عليكم، شكرا لهذه الفرصة. أنا اسمي لوديني بلال، أنا مستثمر روسي في ولاية لغواط. هنا عندنا شركة صار لوديني أغرو إندستري في المجال الفلاحي وفي المجال الإندستريال. هنا نخدموا البيستاشي، برودكسيون تاعنا سي 100 بلون بارون في 2023، مي اون لا بوسيبيليتي دو برودوير جوسكا 1 مليون بلون بارون فاسيلمون. اون بلونتي 30 هكتار دو بيستاشي او نيفو دو لا غوات. اوسي اون لويل دوليف اكسترا فيرش 02 داسيديتي، سادير سي كلاسي البريمير في لا غوات. ايضا سادير هنا عندنا محسن تربه، هو ترابوس اول في العالم، هو يحكم الجذور او نيفو دو راسين. ايضا صدر هنايا حبينا نكبروا مجال فلاحي في البيستاشي، سي بور سا صدر كاين في الجزائر قوه كبيره باش نغرسوا البيستاشي. الفلاحين مرحبا بكم، عادنا ولا لي بيبينير واحد اخرين اللي راهم يخدموا في البيستاشي، خاش في الجزائر مستقبل كبير في الغراسه البيستاش. وشكرا.